لشركات العمل الأول. وحقيقة أنه طنجة هي عندها سحر خاص. مدينة علاش يقول لك عروسة الشمال؟ هي عروسة وغتبقى دائما عروسة، ما عمرها غطيح لتحت من عروسة. كتعطيك القيمة، كتعطيك النفس، كتعطيك الفن، كتعطيك الإنسانية، كتعطيك العلاقات الجميلة. هي طنجة، طنجة دائما الفوق وغتبقى الفوق دائما، عمرها ما غتنزل لجهة مراكش وداكشي. عروض سينمائية، عروض سينمائية جميلة جدا. انتقاء، ما كانش انتقاء، كان داك الشيء على يعني كل شيء خصو يشارك. ولكن كانت افلام اللي مزيانه، افلام جميله جدا. كان حضور ديال الناس جميلين جدا. يعني كاين واحد الوقع على على على, 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 على الناس من الناحيه الفنيه، من الناحيه الثقافيه، من الناحيه الانسانيه والاجتماعيه. هذا هو المهم في مهرجان طنجة هذا العام. وشكرا للناس المنظمين، شكرا للسيسيم، شكرا لوزارة الثقافة والاتصال والتواصل، شكرا لجميع الناس اللي حضروا وجميع الناس اللي ساهموا بإيجابية في هذا المهرجان. تنشكرهم، الله يحفظهم والله يطول عمر هذا المهرجان، دائما يبقى دائما حتى نموتوا حنايا ويبقى دائما هو محمد. سيداتي سادتي، سعداء بلقائكم اليوم مجددا، وهذه المرة في حفل افتتام المهرجان الوطني للفيلم في طنجة في دورته 22، والذي ينعقد تحت الرعاية الثانية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصر الدين. اليوم في الحفل الختامي لمهرجان طنجة للفيلم، وسعيد جدا بتواجدي هنا، وسعيد جدا ان الفيلم ديالي مشارك في المسابقه الرسميه لهذا المهرجان. هذا وهو اول فيلم ديالي، هذا كان حلم وانا صغير، واليوم الحلم تتحقق، وكندخل لعالم السينما من خلال الفيلم السالبة، فيلم اللي كيعالج ظاهره الانتشار في البشر وكيعالج ظاهره استغلال الاطفال. فحاولنا نديروا فيلم بجميع المقومات الاحترافيه ديال الفيلم السينمائي. كاستين كان مزيان، في مجموعه من الفنانين بينهم الفنانه قادره راويه، واشتغلنا مع طاقم تقني محترف، والحمد لله تعرض الفيلم ولاقى استحسان الناس، وايضا كانت شهاده زوينه ديال الفنان الكبير سي عبد الرحمن التازي اللي قال كلمه في حق، قال بانه السينما بخير. من شتات شي السينما بخير، وان شاء الله نتمنوا ان نقدموا اعمال في المستوى اللي يطرق الناس، وهذه تجربه جديده نتمنى انها نكون توفقت فيها. شكرا. ما يميز هذه الدورة كما قلت هو أنها دورة تأتي بعد الأزمة الصحية التي عرفها بلادنا، فهي دورة كانت واعدة بحيث أنه لأول مرة يعني يتم تقديم كل ما أنتج يعني من 2020 إلى الآن، حيث وصلنا إلى يعني إلى كمية محترمة وهائلة. فمثلا في الفيلم الطويل هناك 28 فيلم تقدم، منها 17 عمل أول، مما يعني أن المغرب في هذه الدورة يكتشف 17 مخرج. كذلك في الفيلم القصير هناك 50 فيلم، فيلم الطويل 27. ما يميز هذه الدورة ايضا هو الاعتماد على يعني هو الاعتماد على النمط نبغي نقولوا ديجيتال يعني الرقمي. الان مثلا نلاحظ ان مركز السينما عمل على تغطيه هذا المهرجان عبر موقعه الالكتروني. كذلك نجد ضمن الوثائق التي وزعت على المهرجانيين وثيقه يعني الكترونيه فيها البرنامج، فيها الكتالوج، وفيها البرنامج، فيها مجموعه من المعطيات. هذه الدوره كذلك عرفت التغطيه الصحفيه، وبالمناسبه احيي جميع الصحافه الوطنيه والمحليه لطنجه والدوليه التي حضرت معنا، حيث تم توزيع تقريبا 200 اعتماد في هذه الدوره، مما يعني ان السينما الوطنيه الان بدات تعرف يعني اهتمام من طرف يعني من طرف الاعلام الوطني والدولي. كذلك في هذه الليله مثلا سنكرم ثلاث وجوه سينمائيه، يتعلق الامر بحسين بوديح رئيس الغرفه الوطنيه لقاعات السينما قاعات،
كذلك هناك علي حسن يعني الشخصية المعروفة، الناقد السينمائي، مقدم برامج سينمائية، وكذلك المخرجة الكبيرة إزا جنين. شكرا. هذا نقاش طويل بالتصويت. فيلم زنقة كونتاكت.